واخيرا المباراه الجماهيريه الكبيره اكيد اللي جمعت ما بين النادي الاهلي مع الاتحاد السكندري وانتهت بنهايه دراميه بشويه بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في مباراه كان بطلها الاول هو المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري واللي اخذ لقب رجل المباراه. سجل النادي الاهلي عمرو السوليه في الدقيقه 67 من ضربه جزاء صنعها طاهر محمد طاهر وتعادل الاتحاد فاندريك في الدقيقه 87. مستر مارسيل كولر بدأ المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى محمد الشناوي كان قدامه يحيى عطية الله رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ثم عمرو السولية إمام عاشور أحمد نبيل كوكا وقدامهم حسين الشحات ومحمود كهربا طاهر محمد طاهر وفي الشوط الثاني نزل بيرسي تاو ومحمد مجدي قفشة بدلا من محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور في الدقيقة 77 نزل رضا سليم وخرج حسين الشحات ونزل اللاعب الشاب سمير محمد وخرج عمرو السولية وده كان في الدقيقة 89. سيطرة كاملة طول ال 95 دقيقة للنادي الأهلي وأكثر من 7 أو 8 فرص مؤكدة وضربة جزاء مهدرة من جانب إمام عاشور بنتابعها مع حضراتكم على الشاشة. في المقابل كانت فرصة وحيدة طوال المباراة لنادي الاتحاد السكندري سجل منها فان ديريك أغلى أهداف الاتحاد السكندري في الفترة الأخيرة علشان يرفع الاتحاد رصيده للنقطة السابعة نفس رصيد النادي الأهلي واللي عنده أول مواجهة إفريقية هتكون في دوري أبطال أفريقيا أمام استاد أبيجان يوم الثلاث اللي جاي. أكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي فيها.